الحجة من العلماء الكبار المتدينين، الغالبية الساحقة من الأذكياء المثقفين لا يؤمنون بالدين، لكنهم يخفون ذلك عن الجمهور، ذلك لأنهم خائفون على مصدر رزقهم. برتراند راسل. نيوتن كان متدينا، فكيف تضع نفسك في مستواه؟ كذلك غاليليو، كيبلر وآخرون. إذا كان هؤلاء قد اقتنعوا بالله، فمن تتصور نفسك؟ وفي محاججة سيئة كهذه من الممكن أن يذكر داروين من قبل المتدينين، وما أشيع عنه وانتشر كالرائحة الكريهة، وثبت خطأه من أقاويل عن تحوله للإيمان عندما كان على فراش الموت. هامش. تصلني الكثير من التنبؤات بالهداية على فراش الموت. ربما من الأفضل أن أقوم بتركيب جهاز تسجيل صوتي حماية لسمعتي بعد موتي. ثم لماذا كل هذا الكلام عن فراش الموت؟ تضيف زوجتي ليلي وارد. إذا كنت تريد خذلاننا، فمن الأفضل أن تقوم بهذا بالوقت المناسب وتربح جائزة تيمبلتون. حينها تستطيع أن تدعي الخرف ببساطة. نهاية الهامش. يقول داكنز، وقد بدأ ذلك من قبل ليدي هوب، والغزل المثير للحساسية عن داروين متسلق على وسادة ويقلب صفحات العهد الجديد في ضوء المساء، ويعترف بأن نظرية التطور كلها خاطئة. في هذا المقطع سأركز على العلماء بشكل خاص، لأن السبب واضح. الذين يستعملون أسماء أناس يثيرون الإعجاب كأمثلة دينية يختارون العلماء في معظم الحالات. نيوتن بالتأكيد ادعى التدين، وهذا ما فعله الجميع تقريبا بشكل ملحوظ حتى حلول القرن 19، حيث قل الضغط الاجتماعي والقضائي عن القرون السابقة فيما يتعلق بالانتماء الديني، وزيادة الأدلة العلمية التي تدعو لإهمال الدين. ولا شك بأن العديد من الاستثناءات في كلا الاتجاهين وجد أيضا، وحتى قبل داروين لم يكن الجميع من المؤمنين، كما في كتاب جيمس هاوت 2000 عام من عدم الإيمان، مشاهير كانت لهم الشجاعة للشك. والعديد من العلماء استمروا بالإيمان حتى بعد داروين. ليس لدينا أي سبب لنشكك في ولاء مايكل فاراداي للمسيحية حتى بعد معرفته الحتمية بداروين وأعماله. وكان من جماعة ساندمان الدينية، والتي آمنت استعمل الفعل الماضي، لأن تلك الجماعة انقرضت عمليا بحرفية الإنجيل. ومن الطقوس كان غسل أقدام الداخلين الجدد والاستخارة لمعرفة إرادة الله. وأصبح فرايدي شيخا في 1860، عاما واحدا بعد نشر أصل الأنواع، ومات كساندر ماني عام 1876. نظير العالم التجريبي فاراداي عالم النظريات كلارك ماكسويل، كان مسيحيا مخلصا أيضا، وكذلك كان عمود الفيزياء البريطانية في القرن 19 ويليام تومسون ولورد كالفن، الذي جرب إثبات أن نظرية التطور باطلة بسبب عدم كفاية الوقت لحصول عملية التطور. خطأ العالم الثيرموديناميكي كان في افتراض أن الشمس كانت نوعا من النار تحرق نوعا من الوقود الذي ينفذ خلال عشرات الملايين من السنين وليس آلاف الملايين، ولا أحد في زمان كالفن توقع وجود الطاقة النووية. لحسن الحظ عام 1903، وفي اجتماع الجمعية البريطانية، برأ جورج داروين الابن الثاني لتشارلز أباه بعد اكتشاف كوري للراديوم، وفند بذلك تقديرات لورد كالفن الذي كان لا يزال على قيد الحياة لفترة حياة الشمس. خلال القرن 20 أصبح البحث عن علماء يصرحون بالتدين عملية أصعب، ولكنهم ليسوا نادري الوجود بأي حال. وتقديري أن معظم العلماء المتدينين الحاليين هم بالمعنى الأينشتايني، والذي ناقشته في الفصل الأول حول استعمال الكلمة بشكل خاطئ. ولكن يوجد أيضا العديد من العلماء المتدينين بالمعنى التقليدي. من ضمن العلماء البريطانيين المحدثين 3 أسماء مألوفة تشترك بما يشبه مؤسسة محاماة لديكنز: بيكوك، ستاندرد وبولينغتون. ثلاثتهم حصلوا على جائزة تيمبلتون أو كانوا في مجلس الإدارة لجمعيتها. وبعد مناقشات لطيفة شخصية وعمومية بيننا، فإنما يظل محيرا بالنسبة لي
ليس إيمانهم بوجود نوع من الرجل القانوني الكوني، بل إيمانهم أيضا بتفاصيل المسيحية، القيامة، غفران الذنوب وإلى آخره. هنالك قرائن أمريكية لهؤلاء، ومثال على ذلك فرانسيس كولينز المدير الإداري لمشروع وضع الخارطة الجينية للإنسان الرسمي. هامش، لن نخلط هنا بين المشروع الغير رسمي لوضع الخارطة الجينية للإنسان والتي يرأسها الرائع الغير مؤمن العلمي كاريغ فينتر، نهاية الهامش. يقول دوكنز: ولكن ما يثير الانتباه هو قلة عددهم في بريطانيا وكونهم موضوع محير لأقرانهم في الوسط الأكاديمي. في عام 1996 وفي حديقة كلية كلير القديمة في كامبريدج، أجريت مقابلة مع صديقي جيم واتسون العبقري المؤسس لمشروع وضع الخارطة الجينية الإنسانية، وذلك لبرنامج وثائقي أعددته لمحطة بي بي سي عن غريغور ماندل العبقري الذي أوجد علم الوراثة بذاته. ماندل بالتأكيد كان متدينا، كان راهبا أغوسطيا، ولكن ذلك كان في القرن التاسع عشر عندما كانت الرهبنة هي أسهل الطرق لمتابعة الشغف بالعلم بالنسبة لماندل، وبالنسبة له كان ذلك موازيا في أيامنا للحصول على منحة للبحث العلمي. سألت واتسون عما إذا كان يعرف بأي عالم متدين في أيامنا، فأجاب اقتباس: عمليا لا أحد، أصادف بعضهم بالمناسبة وأشعر بالحرج، يضحك، لأنني كما تعلم لا أستطيع التصديق بأن أيا كان يتقبل بأننا نعرف الحقيقة من خلال الوحي، نهاية الاقتباس. فرانسيس كريك المؤسس الشريك لواتسون للمشروع الثوري عن الجزيئات الموروثة استقال من كلية تشرشل في كامبريدج لأن الكلية قررت بناء مصلى أوصى به أحد المتبرعين. في مقابلتي مع واتسون قصدت أن أقول له بأن البعض على عكس واتسون وكلارك لا يرون تناقضا بين العلم والدين، لأنهم يزعمون بأن العلم يبحث في كيفية العمل للأشياء والدين يبحث في الغاية من ذلك. وعندها قال واتسون: لا أعتقد أننا موجودون لغاية ما، نحن حصيلة طبيعية للتطور، نهاية الاقتباس. هناك من يقول اقتباس: آه، لابد أن حياتك تعيسة جدا عدم اعتقادك بوجود معنى، ولكنني أتوقع وجبة غداء جيدة على أي حال، نهاية الاقتباس. وغداؤنا كان جيدا فعلا. الجهود التي يبذلها الدعاة في البحث عن علماء معاصرين مميزين وصادقين في إيمانهم ينبئ باليأس، يعطي الإحساس بالصدى الناتج عن قشط قاع البرميل. موقع الإنترنت الوحيد الذي نشر لائحة عن العلماء المسيحيين الحاصلين على جائزة نوبل فيه 6 أسماء، وذلك من أصل المئات من العلماء الحاصلين على الجائزة. ومن هؤلاء 6 كان هناك 4 ليسوا من الحاصلين على الجائزة على الإطلاق، وعلى الأقل 1 منهم ليس مؤمنا وإنما يذهب للكنيسة لسبب اجتماعي صرف. وفي دراسة منظمة من قبل بنيامين بثلاهمي اقتباس، وجد بأن نسبة عدم التدين بين الحاصلين على جائزة نوبل للعلوم والأدب أو المرشحين لها كبيرة بشكل ملحوظ جدا مقارنة مع غيرهم في المناطق التي ينتمون إليها، نهاية الاقتباس. هامش بيت هالامي and أرجايل 1997، نهاية الهامش. في دراسة أخرى من الصحيفة العلمية الرائدة نيتشر قام بها لارسون ووايتمان في 1998، نرى بأن من بين العلماء الأمريكيين المتفوقين بنظر أقرانهم لدرجة أنهم انتخبوا ليكون أعضاء في الأكاديمية الوطنية للعلوم ما يوازي العضوية في الهيئة الملكية في بريطانيا، يوجد حوالي 7% فقط ممن يؤمنون بالله الشخصي. تلك الغالبية الساحقة من الملحدين هي تقريبا عكس نسبتها في الشعب الأمريكي بشكل عام، حيث نسبة المؤمنين بشكل أو بآخر بقوة كونية خارقة ما تقارب 90%،
والنسبة بين العلماء الأقل سموا والذين لم ينتخبوا للأكاديمية في الوسط بين النسبتين السابقتين، والمؤمنين يشكلون أقلية ليست درامية بنسبة حوالي 40%، وهذا تماما ما أتوقعه من أن نسبة التدين بين العلماء أقل منها بالنسبة للعام، والعلماء الأكثر تميزا هم الأقل تدينا على الإطلاق. من الملاحظ التعارض الصارخ بين تدين عامة الشعب الأمريكي وإلحاد النخبة المثقفة. من المدهش لدرجة ما بأن موقع الإنترنت الرائد لمؤيدي نظرية الخلق نشر دراسة لارسون ووايتمان، ولكن ليس كدليل على احتمال وجود خطأ في موضوع التدين، ولكن كسلاح لمعركتهم الداخلية ضد المتدينين المنافسين الذين يزعمون بأن نظرية التطور تتماشى مع الدين. وتحت عنوان الأكاديمية الوطنية للعلوم كافرة جدا، هامش www.leaderu.com FTCs تعطي صورة واضحة للموضة الدينية في أمريكا، تجد الرابط في أسفل الفيديو. نهاية الهامش. يقول دوكنز: وقد علقوا على النتيجة النهائية من لارسون ووايتمان في الرسالة لمحرر مجلة نيتشر اقتباس، ورأينا بعد التمحيص بأن الأكاديمية نشرت كتيبا تشجع فيه على تدريس التطور في المدارس العامة، هو استمرار الاستفزاز بين الجالية العلمية وبعض المحافظين المسيحيين في أمريكا، سواء كان الله موجودا أم لا، فهذا ليس من شأن العلم. وعميد الأكاديمية بروس ألبرت قال: هناك العديد من الأعضاء المميزين في الأكاديمية من المتدينين جدا ويؤمنون بنظرية التطور، والعديد منهم علماء بيولوجيون، ولكن إحصائياتنا لها نتائج مخالفة لذلك. نهاية الاقتباس. يشعر المرء بأن ألبرت قد اعتنق مبدأ اختصاصات غير متداخلة، وبأن العلم يجب أن يقف جانبا من أجل الدين لسبب كنت قد ناقشته في اقتباس مدرسة التطوريين السياسية. نهاية الاقتباس. الفصل الثاني. ولكن هذا التعليق يبدو أنه له أهداف أخرى. ما يوازي الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم في بريطانيا واستراليا كندا نيوزيلندا إلى آخره هو الجمعية الملكية، وفي نفس الوقت الذي يذهب فيه هذا الكتاب للطبع يقوم زملائي آر إليزابيث كورنويل ومايكل سيرات بكتابة نتائج مقارنة مشابهة ولكن أكثر عمقا عن آراء أعضاء الجمعية الملكية في الدين، وستنشر النتائج بالتفصيل لاحقا، وهم تكرموا بالسماح لي بأن أعلق على النتائج المبدئية هنا. لقد استعملوا تقنية تسمى سلم الآراء، سلم من 7 نقاط مشابهة لسلم ليكر جميع الأعضاء 1074 للجمعية والذين لديهم بريد إلكتروني دعوا للمشاركة فيه، وحوالي 23% استجابوا للطلب، نسبة لا بأس بها لهذا النوع من الدراسات. ثم عرضت عليهم أسئلة مختلفة مثل: أنا أؤمن بالإله الشخصي الذي يهتم بما يفعله الفرد ويسمع ويستجيب للدعاء ويقلق على موضوع الخطيئة والتجاوزات ويحكم على أساس ذلك. نهاية السؤال. وهناك 7 خيارات من معارض بشدة لموافق بشدة. من الصعب مقارنة هذه الدراسة مع دراسة وايتمان ولارسون لأنهم عرضوا 3 خيارات على سلم دراستهم وليس 7، ولكن الاتجاه في الحالتين واحد وبأكثرية هائلة في الجمعية الملكية كما في حال الأكاديمية في أمريكا كانت من الملحدين. 3.3% فقط وافقوا بشدة على وجود الإله الشخصي، الدرجة 7 من السلم، بينما 78.8% عارضوا بشدة الدرجة الأولى من السلم. لو اعتبرنا أن المؤمنين هم من اختار 6 أو 7 والملحدين هم من اختار 1 أو 2، فإن لدينا 213
11 ملحدا مقابل 12 من المؤمنين، كما في حال لارسون ووايتمان، وكما هو الحال في الأكاديمية، وكما لاحظ بيات هالمن وأرجيل من جهة واستيرات وكرونويل من جهة أخرى، فإن الملحدين البيولوجيين أعلى قليلا من الفيزيائيين. وللتفاصيل الرجاء مراجعة النتائج عندما تنشر. هامش إليزابيث كرونويل and Michael Stirat Manuscript in Preparation 2006 نهاية الهامش. وبعيدا عن الأقلية من العلماء في الأكاديمية الوطنية والجمعية الملكية، هل هناك أي دلائل بأن الملحدين ينتمون إلى الفئة الأفضل ثقافة والأرقى تعليما في المجتمعات بشكل عام؟ لقد نشرت عدة دراسات إحصائية عن العلاقات بين التدين والمستوى الثقافي أو التدين ودرجة الذكاء. مايكل شيرمر في كيف نؤمن البحث عن الله في عصر العلم يصف إحصائية عن عينة عشوائية في أمريكا أجراها مع زميله فرانك سولوي، ومن ضمن النتائج الكثيرة والمثيرة في المسح الإحصائي كان التناسب العكسي الواضح بين التدين ومستوى التعليم. الأفراد الأعلى في مستوى التعليم هم الأقل تدينا، كما أن التدين يتناسب عكسيا مع الاهتمام بالعلم وبشكل قوي التحرر السياسي. لا شيء غير متوقع هنا تماما، ولا حتى العلاقة الطردية بين تدين الأبناء وتدين الآباء. اختصاصي علم الاجتماع في إنجلترا وجدوا بأن واحدا من أصل 12 فقط ينفصل دينيا عن معتقدات والديه، وكما قد تتوقع فإن الباحثين يستعملون طرقا مختلفة لقياس الظواهر، وبالتالي فإن من الصعب المقارنة بين الدراسات، وتحليل معلومات النتائج هو التقنية التي يستعملها المحقق في هذه الحالة، وذلك بفحص كل نتائج الأبحاث في موضوع ما ووضع عدد الأبحاث التي استنتجت شيئا ما مقابل الأبحاث التي استنتجت شيئا آخر. وفي حالة التدين ومستوى الذكاء فإن النتيجة الوحيدة عن تحليل نتائج عدة أبحاث والتي لي علم بها نشرت في مينزا ماجازين عام 2002 وأجراها بول بيل. مينزا هي جمعية الأفراد ذوي مستوى الذكاء العالي، وليس من المفاجئ أن تحوي مجلتهم مواضيعا عن الشيء الوحيد الذي يجمعهم معا. النتائج عند بيل كانت كالتالي: اقتباس من 43 دراسة أجريت منذ عام 1927 عن العلاقة بين الاعتقاد الديني ومستوى التعليم، جميعها ما عدا 4 منها وجدت التناسب عكسيا، بمعنى بأنه كلما علت درجة الذكاء أو المستوى التعليمي للفرد كلما قل احتمال أن يكون هذا الشخص متدينا أو يحمل شعورا بالإيمان بشكل من الأشكال. نهاية الاقتباس. تحديد معلومات النتائج لعدة تجارب بشكل عام يعطي نتائج أكثر عمومية وأقل دقة من أي دراسة على حدة شاركت بهذه النتائج. من الجيد عمل دراسات في تلك المجالات وأيضا عن الأقلية في جمعيات مشابهة للأكاديمية الوطنية والحائزين على جوائز إعلامية وميداليات مثل نوبل وكرافورد وكيوتو إلى آخره. آمل أن أكون قادرا على ضم بعض النتائج في إصدار هذا الكتاب في المستقبل. ربما تساهم النتائج العقلانية لأبحاث كهذه في جعل رجال الدين يترددون قبل الإشارة لشخصيات محترمة كأمثلة في التدين، على الأقل فيما يختص بالعلماء.